ربي في آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة ومحبة وسلام. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا ومن على أرضية هذا الميدان ومن هذا الكرنفال وفي هذا المساء، مساء الرموز، مساء الذهب، مساء اللقب. على بركة الله أعلنت انطلاقة هذا الشوط، شوط الرمز القعدان، اللقاية العام من مسافة 4 كيلومترات في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية. كل الشكر بداية لوزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكذلك شكرنا لرئيس الاتحاد السعودي للهجن فهد بن جلوي بن مساعد، حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. مرحبا يا ضيوفنا من كل ديرة، عد ما هلت مزون الوسماها، مرحبا والعود في المجلس نديرة، والدلال الصفر تمشي في سراها في تبوك الورد. فرحتنا كبيرة بالرجال اللي رفيعا مستواها، والهجن يهل الوجيه المستنيرة، رحبت فيكم وفي منه نصاها مهرجان وفرحة ما هي صغيرة واجتماع اخوان، هذا محتواها. مشكور يا الفهد مشكور، مشكور يا الفهد مشكور. اذا على بركة الله اول المنطلقين اول الاسماء هنالك في هذه اللحظات، شاهين على الصدارة احمد بن مانع بو دواس آل عامر، من يقدم لنا شاهين على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول. المركز الثاني الحضور القدوم في هذه الأثناء، وصل أجل الموت أم هنا بالفعل القدوم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام، من القادم من الواصل؟ وصل الحذر، الحذر هو الواصل، سالم بن فرحان بن مطر العنزي من يقدم الحذر. المركز الثالث وصل جرادي هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر، ينطلق مع المركز الثالث. والمركز الرابع ايضا كونر لهجن سعودي برونكس، بدأ الدعم ليصل بالراية مع برونكس للمالك قاسم بو ناصر. المركز الخامس وصل مدلل وسعد بن حماد بن مطلق الأعماوي العطوي هو القادم مع المركز الخامس. هكذا النداء، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى أبو دواس، إلى آل عامر. عمار يا الرمز عمار، عمار يا الانتصار عمار. أبناء نجران ينطلقون يحددون هذا المسار الكبير، هذا المسار الخطير، هذا المسار التاريخي. الرمز الرمز الرمز، يا أهل القعدان يا أهل اللقاية، لا والله حان اللقا، حان اللقا حان. ينطلق شاهين هذه الماركة، ولكن وصلوا 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 هجن سعودي برونكس، وصلوا هل الطواري، وصلوا هل الطلايب، هل الطلايب، هل الطلايب. وصل كونر، كونر
كونر هو القادم، كونر هو الواصل، وكذلك القدوم من مدلل. مدلل وكونر أبنائي تبوك الورد، أبنائي تبوك الورد، أبنائي تبوك البرد. يا الأحماوي روح، يا الأحماوي دخيلك روح. مع هنا مع انطلاق مدلل، مدلل مدلل مدلل، والعصاب الأبطان. كونر مع المركز الثاني، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. الله 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 على مدلل. وأقول كما قال نايف البلوي في ماضيه، يا تبوك الورد، يا تبوك الورد، يا جماهير الورد، احتضني هذا الرمز، احتضني هذا الرمز. ولكن كونر، 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 ووصل بالرواشة. ياو على كونر، انطلق بالراية، بالراية، بالراية. الرمز الثاني، الرمز الثاني، الرمز الثاني مع كونر، 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 كونر. رمز القعدان، الرمز بدأ يقترب. يا بالرواشة أيها الحصاد هو القادم، ولكن كونر، كونر، كونر. الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة ما بين المتحد، ما بين كونر. يا بالرواشد ولا 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 قاسم بن ناصر، ولكن بالرواشد، بالرواشد، بالرواشد. انطلق وابنه ينبع، انطلق الحصاد، الحصاد، الحصاد بو نادر، الحصاد سليمان، الحصاد سليمان، الحصاد بو نادر. يا الرجل النادر، الرجل النادر في الأخلاق، في التضمير. انطلق، انطلق الحصاد سليمان بالسلامة. هذا والله اللي ما منا سلامة، ما منا سلامة. يا الجهنية، يا الجهنية، يا الجهنية. سلام بالرواشد، سلام، سلام بالرواشد، سلام، سلام يا سليمان، يا بن سلامة، يا الفايدة، يا الجهنية. من غادر بالفوز، بالانتصار، سلام بو نادر، سلام المتحد. الرمز، الرمز، الرمز مع المتحد. تهانينا والنماس، والف مبروك. المركز الثاني كان الوصول مع كونر هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر. المركز الثالث وصل في هذه اللحظة جرادي لهجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات مهند سالم بن مسلم بن قزول العامري. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات سراب ابراهيم بن محمد بن مغيصي بالعطوي. اذا تهانينا والنوماس والف مبروك لك يا الحصاد، لك يا ابو نادر. سليمان بن سلامه بن سليمان الفايد الجهني مع المتحد ليخطف الرمز، الرمز الغالي مع المتحد. 6 دقائق 17 ثانيه 50 جزء من الثانية. تهانينا والنماس. المركز الثاني كونر للمالك قاسم بو ناصر. 6 دقائق 18 ثانية هنا في هذه اللحظة، 27 جزءا من الثانية. ثالثا وصل جرادي أيضا. 6 دقائق 19 ثانية 18 جزءا من الثانية. المركز الرابع مهند سالم بن مسلم بن قزول العامري. وخامسا وصل في هذه اللحظات سراب ابراهيم بن محمد بن مغيصيب الخضري العطوي. اذا تهانينا والنماس والف مبروك لمالكي البطل، لمالكي المتحد، المتحد من خطف رمز القعدان اللقاية على ارضيتي ميداني تبوك الورد. معك يا الحصاد، معك يا ابو نادر. سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني ليظفر بالرمز الى ينبع، الى ميدان الزعفران.